نعم عزمي، رايحة على البيت؟ فاطمة فاقت يا سمرة. ما كان ناقصنا إلا فاطمة. طيب أنا رايحة فورا، يلا مع السلامة. والله يا أستاذ جينك، عزراء عملت الجاتو بإيدها، راح تحبها أمك كتير. لا لا، أنا ما عملته لوحدي، مينا ساعدتني فيه، مو هيك مينا؟ ساعدتها بس بالتزيين، مو أكتر من هيك. على كل حال طالع معكم شي ظريف، بالنهاية يسلم إيديكم. عزراء لازم نطلع فورا لأنه بدنا ناخد مارت بلا ما نتأخر. جينك، ما بيمشي الحال إذا ما أجي؟ يعني على راحتك، أنا ما عندي مشكلة، بس ستي طلبت مني أجيبك. بنتي روحي خدي مارت وروحوا مع بعض بسرعة. يلا ألو، كيف؟ طيب طيب، أنا جاية فورا، شكرا كتير. شايف صحيت فاطمة؟ شو؟ كدر كدر وروحوا شوفوا هالمرة فورا، خلوها تحكي. يلا والجاتو؟ طيب أنا باخد الجاتو، شو بدك أنت؟ يلا يلا استعجلي. ماشي، بس خليني غير تيابي وبيجي فورا. لحظة، أنا لازم آخذ مارت معي. ناخده بطريقنا، يلا روحي. يلا اركضي فورا. ألو عزمي، أنا أجيت لعند فاطمة على المشفى، بس في شرطي على الباب، ما عرفت شو بدي أعمل. سمرة أصحك تفوتي لهنيك، لو سمحتي اطلعي فورا، لا تخليهم يشوفوكي. طيب رح أطلع فورا، لا تاكل هم. سمرة، فاطمة صحيت، مارت ما بصوت كتير. اي يا روحي، رح نشوف فاطمة هلأ. مرحبا. أهلا الست فاطمة صحيت، نحن جايين مشان نشوفها. اي وضع مريضتكم عم يتحسن، ألف مبروك. ممكن نشوفها هلأ؟ بس نحن ما بنسمح للأطفال بالزيارة. شوفي حضرتك، هذا وضع خاص كتير، أخي الصغير حابب إنه يشوفه، اسمحي لنا رجاء. طيب ماشي، ممكن يبقى فترة قصيرة، بس بعدين لازم تطالعوا. شكرا كتير إلك. بأي غرفة؟ لفوا على اليسار، غرفة على اليمين. طيب شكرا، تعال لك. يلا ايه هون. ما في حدا هون؟ لحظة لحظة، لا تقلقي، بيكونوا أخدينا على الحمام، هلأ منشوف. روقي شوي، تمام؟ شو؟ وين المرة هلأ؟ عفواً، ما في حدا جوا. شو هالحكي؟ ما في حدا. وين هي المرة؟ قالوا الحراس؟ المريضة تبع الغرفة 412 مو موجودة. ايه؟ ما أخذناها على الأشعة، كانت بغرفتها. تمام. شو صار؟ شو عم يقولوا؟ شافوها؟ الحراس رح يدوروا بكل المشفى يا أنسة، روقي شوي. مو معقول. الحراس دوروا بكل مكان بس لهلأ ما لاقوها. يعني لما نعرف أي شيء أنتوا كمان رح تعرفوا منا أو من المخفر. طيب شكراً لألك. خيبة أمل جديدة، بس بتعرف ما عاد عم إزعل ابنه، على الأغلب تعودت. الاحتمال الأكبر إنها انخطفت.
لا ما بظن، بتخيل هربت لحالها لأنها خايفة. وحتى لو هربت لحالها شو فيها تعمل؟ يعني مرة مريضة قديش ممكن تبعد من هون؟ إذا قدروا يلاقوها وإذا أنا قدرت أحكي معها رح تكون معجزة عن جد. ما ضل شي نعمله هون، خلونا نروح بقى. ليك نحن منركب تاكسي ومنروح، وانت خبر الخالة فريدة بالوضع واكيد هي رح تتفهم. ولو شو هالحكي، انا بوصلكم بالسيارة بلا ما يبرد الولد. طيب.